تزوجت عمري 19 سنة وجيت لهون عروس. ما كان عندي رفقة عرب أبداً، حتى تلفزيون عربي ما كان عندي. الطبخ تعلمته هون كمان، يعني ما كنت أطبخ أنا وبنت أبداً. أنا كنت بنت وحيدة ومدللة، بس حبيت الطبخ. بلشت فكرة المطعم عندي من طلعاتي أنا ورفقاتي. لما كنا نطلع يعني نحتار وين بدنا نروح، كل وحدة بتقول يا هذا المكان بيصير معي يا أما ما بيصير، نلغي المشوار كرمال مطعم. الفكرة من هذا المطعم مشان تكون خصوصية للمرأة، تاخذ حريتها، يعني إذا بدها تدخل، يعني كانت الست محجبة أو غير محجبة. حتى في ناس إنجليز عم يجوا لهون حابين يقعدوا مع رفقاتهم، عم ينبسطوا كتير على الفكرة. خليت حدا يعني يبحث لي عن فكرة إنه بالقانون بيسمحوا لك تفتحي هالفكرة إنه بس للنساء. طلعت ما كان في أي شيء بيدل إنه ممنوع أنت تفتحي هيك فكرة. عيشتنا بأجواء كأن عايشين دول عربية، كأن بتركيا. إحنا بحاجة إنه نقعد قعدة نسوان، ما يكون إنه مثلاً مطعم مختلط. حلو إنه تحسي في مكان في أوروبا ومكان يكون بس خاص بالبنات. رز بحليب يعني مشهور عندي أكثر شيء، يعني بيتلفنولي عندك رز بحليب اليوم لنجي. بشعر لما أنا عم بطبخ، عم بطبخ لعائلتي، يعني ما بحس حالي عم بطبخ لمطعم ولا لزباين جايين لعندي، إلا بحس يعني بكون مبسوطة وعم بطبخ من قلبي. يجيني التليفونات إنه حتى الستاف اللي على الأرجيلة بنات، أنا أقول له إيه بنات على الأرجيلة، ما في ولا رجال بيفوت لهون. بهالوقت سمعت في فرق يعني بين الشاب والبنت، يعني أنا ليش سنتين تقريباً بشتغل بالأراجي، كنت أشتغل بسوريا بمطعم أراجي كان هيك للنساء بس. هلأ أنا ما فكرت إنه رح يكون التعب لهالدرجة، إنه أنا أفيق بكير وأضل سهرانة لأسكر وأفتح بإيدي المطعم. اللي بينسيني التعب إنه أنا كنت قاعدة ما عم بعمل شيء، يعني قاعدة في البيت روتين يومي، جيبي الأولاد من المدرسة، خدي الأولاد على المدرسة، تغدينا، سوينا وظائف، قعدنا، ما كان في شيء تاني. حسيت إنه صرت عم بعمل شيء. أنا بنصح كل السيدات اللي عندهم أي مشروع يقوموا فيه، عم بيفكروا إنه تعملوا ولا ما تعملوا، ما تستنى، طلع على الشغلات الإيجابية أكثر من الشغلات السلبية.